الدرس الأول بعنوان مظاهر الحالة الجوية. نشاط واحد، الحالة الجوية، الطقس. دعونا أعزائي الطلبة نقوم بقراءة النشرة الجوية الآتية: سيكون الجو ليوم غد بارداً والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتهب رياح شمالية غربية عالية السرعة، ويكون البحر شديد ارتفاع الموج. بعدما قمنا بقراءة النشرة الجوية، دعونا نقوم بالإجابة على الأسئلة التي تليها، حيث يقول السؤال الأول: اكتب عناصر الحالة الجوية الواردة في النشرة الجوية أعلى. ما هي العناصر الجوية التي وردت في هذه النشرة الجوية؟ ماذا كانت السماء ملبدة؟ بماذا كانت ملبدة؟ أحسنتم، بالغيوم، وهذا أول عنصر من عناصر الحالة الجوية، الغيوم. وكانت فرصة مهيئة للسقوط ماذا؟ أحسنتم، الأمطار، وهو العنصر من عناصر الحالة الجوية، الأمطار. وأيضاً يطرأ انخفاض على ماذا؟ أحسنتم، على درجات الحرارة. وأخيراً تهب رياح شمالية، الرياح. إذن الرياح عنصر من عناصر الحالة الجوية. إذن عناصر الحالة الجوية أربعة: الغيوم، الأمطار، الرياح، ودرجة الحرارة. والآن أحبائي الطلبة، شاهدوا معي الصورة التي أمامنا، إذ توضح خارطة فلسطين وتوضح فيها الأحوال الجوية لبعض المدن الفلسطينية. دعونا نتعرف على بعض هذه الأحوال الجوية. نبتدأ بمدينة أريحة. شاهدوا مدينة أريحة على الخريطة، إذ أن الحالة الجوية لها مشمسة ودرجة الحرارة منخفضة، درجة الحرارة 12. أحسنتم، ويوجد إشارة للشمس، لذلك أريحة مشمسة ودرجة الحرارة منخفضة. نذهب إلى يافا. شاهدوا يافا، ما هي الحالة الجوية في مدينة يافا؟ أحسنتم، السماء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة منخفضة. أما الخليل فتأملوا الخارطة، نشاهد أن الخليل الحالة الجوية فيها درجة الحرارة منخفضة، إذ أن درجة الحرارة صفر، السماء غائمة مع تساقط الأمطار، يوجد غيمة وزخات من الأمطار تسقط منها. والآن أحبائي الطلبة، سوف نختار مدينة وأعبر عن الحالة الجوية فيها. اختر مدينة عزيزي الطالب وعبر عن الحالة الجوية فيها. تأمل الخارطة واختر مدينة. أحسنتم، سنختار مدينة القدس. درجة الحرارة منخفضة في القدس، والسماء غائمة مع تساقط الأمطار. والآن أحبائي الطلبة، دعونا نتعرف على مفهوم الطقس الحالة الجوية، حيث أن الطقس هو معدل قياس عناصر الحالة الجوية لمنطقة معينة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث أن عناصر الحالة الجوية هي أربع عناصر: الغيوم، الأمطار، الرياح، ودرجة الحرارة. نشاط 2، عناصر الحالة الجوية. دعونا نشاهد هذه الصورة التي أمامنا التي توضح خريطة دولة قطر وبعض المدن، ويوجد فيها درجات الحرارة في ذلك اليوم، حيث نبتدئ بمدينة الدوحة، حيث أن درجة الحرارة العظمى هي 23 درجة مئوية،
أما درجة الحرارة الصغرى هي 16 درجة مئوية. والآن دعونا نتعرف على درجات الحرارة في مدينة الخور. ما هي درجة الحرارة العظمى؟ أحسنتم، 22 درجة مئوية. وما هي درجة الحرارة الصغرى؟ أحسنتم، 10 درجات مئوية. استنتجنا أن درجة الحرارة العظمى هي أعلى درجة حرارة يصل إليها الطقس خلال اليوم، وغالباً ما تكون نهاراً. لماذا تكون نهاراً؟ أحسنتم، بسبب وجود أشعة الشمس. أما درجة الحرارة الصغرى هي أقل درجة حرارة يصل إليها الطقس خلال اليوم، وغالباً ما تكون ليلاً. أحبائي الطلبة، نتعرف على صندوق الأرصاد الجوية. شاهدوا معي الأشكال التي أمامنا، حيث توضح صندوق الأرصاد الجوية. دعونا نتعرف على المزيد من خصائص هذا الصندوق، حيث أن لونه أبيض. لماذا لونه أبيض أعزائي الطلبة؟ ما تفسيركم؟ أحسنتم، حتى لا يمتص الحرارة. أيضاً له فتحات بشكل مائل، لاحظوا الفتحات الموجودة في الصورة. لماذا؟ حتى تسمح بدخول الهواء. أيضاً ثالثاً يرتفع عن الأرض 150 سنتيمتر. لماذا؟ حتى لا يتأثر بحرارة الأرض. أحسنتم، وأخيراً يوضع في الاتجاه الشمالي حتى لا يكون مواجهاً لأشعة الشمس. وهذه بعض خصائص صندوق الأرصاد الجوية. نشاط 3، ميزان الحرارة. أحضر وزملائي ميزان الحرارة الكحولي أو ميزان الحرارة الزئبقي وأتفحصه. 1. أستخدم ميزان الحرارة في قياس درجة حرارة غرفة الصف وأسجلها. شاهدوا معي ما هي درجة حرارة الصف؟ كم تبلغ؟ اقرأوا لي درجة الحرارة التي ظهرت أمامكم. أحسنتم، 20 درجة مئوية. أما الآن دعونا نقوم بقراءة درجة حرارة التي ظهرت أمامنا. درجة الحرارة تساوي 15 سيليسيوس. ما رأيكم؟ كيف يكون الجو؟ الطقس بارد. أحسنتم، يكون الطقس بارداً. أما في الحالة الثانية، انظروا كيف ارتفع ميزان الحرارة. ما هي درجة حرارة الطقس يا ترى؟ قوموا بقراءة القيمة التي ظهرت أمامنا. 40 درجة مئوية أو سيليسيوس. إذن الطقس ساخن، درجة الحرارة مرتفعة. والآن أحبائي الطلبة، دعونا نتعرف على أدوات قياس درجة الحرارة. انظروا معي الصورة التي ظهرت أمامنا، حيث توضح ميزان حرارة. هذا الميزان الحرارة في داخله كحول، ويدعى ميزان الحرارة الكحولي. أما الصورة الأخرى التي أمامنا، حيث يوجد في داخل هذا الخزان الصغير زئبق، ويسمى ميزان الحرارة الزئبقي. وأخيراً هذا الذي تشاهدونه أمامكم هو ميزان حرارة يظهر رقم أو درجة الحرارة، ويسمى ميزان الحرارة الرقمي. إذن أدوات قياس درجة الحرارة، يوجد لدينا أولاً ميزان الحرارة الكحولي، 2 ميزان الحرارة الزئبقي، 3 ميزان الحرارة الرقمي.
والآن أحبائي الطلبة، دعونا نتعرف على وحدة قياس درجة الحرارة. شاهدوا معي الميزان مكتوب عليه سيليسيوس، حيث أن درجة الحرارة هنا هي 20 سيليسيوس. إذن وحدة قياس درجة الحرارة هي سيليسيوس. والآن أحبائي الطلبة، سوف نقوم بكتابة تعريف درجة الحرارة من خلال ما سبق توضيحه، حيث أن درجة الحرارة هي القياس الذي نحدد به مدى سخونة الجسم أو برودته. عندما تكون الحرارة مرتفعة يكون الميزان درجة حرارته مرتفعة، الرقم مرتفع. أما عندما يكون الجسم بارداً فهي تنخفض درجة حرارته. نشاط 4، حرارة الجو. دعونا نشاهد الجدول الذي أمامنا، حيث يوضح لنا درجة حرارة مدن فلسطينية القدس، صفد، أريحة في أشهر مختلفة: شهر الأول كانون الثاني، نيسان، تموز، وشهر تشرين الأول. بعدما تأملنا الجدول سوف نقوم بالإجابة عن الأسئلة التالية: أولاً، ما درجات الحرارة الصغرى والعظمى لمدينة صفد في شهر تموز؟ مدينة صفد في شهر تموز درجة الحرارة الصغرى هي، أحسنتم، 19 سيليسيوس، ودرجة الحرارة العظمى هي 30 سيليسيوس. أحبائي الطلبة، السؤال الثاني يقول: أي المدن أعلى درجة حرارة؟ انظروا في شهر تموز في مدينة القدس ومدينة صفد ومدينة أريحة، أيهما أعلى درجة حرارة؟ أحسنتم، في مدينة أريحة. لماذا؟ بسبب انخفاضها عن مستوى سطح البحر. والسؤال الثالث يقول: أي المدن أخفض درجة حرارة؟ أيهما أخفض درجة حرارة؟ في شهر كانون الثاني القدس 12، صفد 9 درجات، وأريحة 19. إذن أخفض درجة حرارة في مدينة صفد. لماذا؟ أحسنتم، لأنها منطقة جبلية. أحبائي الطلبة، أي المدن تنصح بزيارتها في شهر كانون الثاني؟ مدينة القدس أم صفد أم أريحة؟ ما هي أعلى درجة حرارة فيها معتدلة يكون الجو فيها في كانون الثاني في فصل الشتاء؟ أريحة، أحسنتم. لماذا؟ بسبب اعتدال درجة حرارتها شتاء. أستنتج أن فلسطين تتميز باختلاف درجات حرارة الجو في مدنها. أحسنتم. هيا أحبائي الطلبة، نقوم بدراسة نشاط 5، علمي يرفرف. أتأمل الصورتين الآتيتين وأجيب: أصف حركة الهواء في الصورتين أعلاه وأكتبها. في الصورة الأولى كيف كانت حركة الهواء؟ أحسنتم، الهواء ساكن لا يتحرك. أما في الصورة الثانية فالهواء يتحرك. ثانياً، أصف حركة الهواء الآن في منطقتي. الهواء يتحرك. أسمي حركة الهواء القريبة من سطح الأرض بماذا نسميها؟ بالرياح. إذن مفهوم الرياح هو حركة الهواء القريبة من سطح الأرض. نشاط 6، اتجاه الرياح. كيف نستطيع أعزائي الطلبة أن نقوم بتحديد اتجاه الرياح؟ يوجد لدينا أداة، شاهدوا معي هذه الصورة التي أمامنا، حيث تسمى هذه الأداة مؤشر الرياح، وهذه هي الجهات الأربعة، وهذا يسمى مؤشر.
أحباء الطلبة نقوم بمراجعة الجهات الأربعة، حيث أن الحرف إي هو اختصار للشرق، حيث يكتب باللغة الإنجليزية East، بالعربية الشرق، W West وهو الغرب، N North شمال، S South وهو الجنوب. وهذه هي الجهات الأربعة: شرق، غرب، شمال، جنوب. سمي هذه الأداة التي أمامنا بمؤشر الرياح، استخداماتها: تحديد اتجاه الرياح، تستخدم في تحديد اتجاه الرياح. نتأمل الصورة التي أمامنا. هذه الأداة التي أمامنا تسمى الإينوموميتر، واستخداماتها هي تحديد سرعة الرياح. الآن أحبائي الطلبة، دعونا نقوم بإجراء مراجعة سريعة، حيث أن الرياح هي حركة الهواء القريبة من سطح الأرض. انظروا إلى هذه الأداة، اسم الأداة مؤشر الرياح، استخداماته تحديد اتجاه الرياح. أما هذه الأداة التي ظهرت أمامنا، اسم هذه الأداة الإينوموميتر، واستخداماتها تحديد سرعة الرياح. نشاط 7 الغيوم. شاهدوا معي أعزائي الطلبة الصور التي أمامنا. ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ أحسنتم، السماء غائمة ملبدة بالغيوم. أما الصورة الثانية، السماء صافية. أحبائي الطلبة، يا ترى كيف تتشكل الغيوم في السماء؟ دعونا نتذكر ما قمنا بتوضيحه وأخذه في الصف الثالث. ما هذه الصورة التي أمامنا؟ أحسنتم، ماء، وهو في الحالة السائلة. أحسنتم، عندما نريد أن نحوله إلى بخار ماء، انظروا إلى الصورة الثانية، حيث يتصاعد بخار الماء من الإبريق. بخار الماء في الحالة الغازية، ماذا نقوم بعمل؟ أحسنتم، بالتسخين. عندما نقوم بتسخين الماء يؤدي إلى تصاعد بخار الماء، وهذه العملية تسمى التبخر. أحسنتم، أي يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالتسخين، وهذه العملية تسمى التبخر. وإذا أردنا أحبائي الطلبة تحويل بخار الماء إلى ماء مرة أخرى، ماذا نقوم بعمل؟ بالتبريد. أحسنتم، وماذا تسمى هذه العملية؟ التكاثف، أي أن التكاثف هي عملية تحول بخار الماء إلى الحالة السائلة بالتبريد. والآن أحبائي الطلبة، هذه الصورة التي أمامنا، نشاط 7 الغيوم، حيث أن الغيوم تتشكل عن طريق عملية التكاثف، عندما يتبخر الماء فيتصاعد على شكل بخار ماء، يقل وزنه ويرتفع إلى أعلى، يصعد إلى أعلى ويتكاثف مع بعضه البعض. إذن تتشكل الغيوم عن طريق عملية التكاثف. نشاط رقم 8 الهطول وأشكاله. تأملوا معي الصور التي أمامنا، حيث سنتعرف على أشكال الهطول. أشكال الهطول 3: أولاً البرد، ثانياً المطر، ثالثاً الثلج. حيث أن الهطول هو كل ما ينزل من الغيوم على شكل مطر أو ثلج أو برد.
نشاط 9 مقياس المطر، تأملوا الشكل الذي أمامنا حيث تسمى هذه الأداة مقياس المطر. استخدامها قياس كمية المطر ووحدة القياس مليمتر. نشاط 10 أثر الرياح والأمطار، شاهدوا معي الصورة التي أمامنا حيث توضح الفيضانات، وذلك بسبب غزارة الأمطار تؤدي إلى حدوث الفيضانات. وأيضاً من أثر الرياح والأمطار، هذه الصورة التي أمامنا هي عبارة عن سفينة، وبسبب الرياح الشديدة قد تؤدي إلى إغراق السفن، وهي من الأضرار التي تسببها الرياح الشديدة. وأيضاً انظروا إلى الصورة التي أمامنا، حيث أن الرياح الشديدة تؤدي إلى حدوث العاصفة، والعواصف تؤدي إلى تكسير الأشجار. ومن أثر الرياح والأمطار فوائد أيضاً، من هذه الفوائد الرياح تؤدي إلى تحريك السفن الشراعية، وأيضاً الأمطار تعمل الأمطار على ري